سلطان، حياكم الله فهد سلطان. يا هلا والله اخوي سعود، يلا انت حيا. يا مرحبا ومسهلا، منورين يا شباب. وجودك يا ابو عبد الله، انت الربع اللي معك. كيف طبخكم اليوم؟ يقولون سيء. والله عندك روح ابد، بغض النظر ان كان سيء ولا زين، خلينا ناخذها بالمبدا الاول. الشيء انه سيء، رجعنا لقينا الصحن ممسوح ماكول، ما ندري من اكله. ثاني شيء، وش صحنك؟ طبعاً على كلامهم قالوا صينية اللي هي دجاج بالخضار. ما لها اسم ترى. أنا إلى الآن ما أعرف اسم الطبخة ترى. ما يدرون. من أنت؟ مهند. فهد. فهد. نعم. طيب سلطان. وش طبختك يا فهد أنت سلطان؟ طبعاً إحنا جينا. ما أعرفها يا علي. طبعاً إحنا جينا كويس إنكم طلبتونا، وإحنا تكلمنا اليوم في الكوفيشن روم أنا وأخوي عاد بن هيف. أنا طلعت بحكم إني أنا الفائز وهو الخسران في المسابقة. العجيب في الأمر إنه تغيرت سياسة المطبخ خلال ما أقل من 24 ساعة، أقل من ممكن 10 ساعات. أخوي طبعاً جلسنا مع الإعداد. طبعاً الغريب في الأمر يا جماعة الخير إنه قال أبو سلطان ترك الدوسري إنه الفائز 600 والخسران 300. إذا كان الفائز 600 يعني يقيم، ممكن يأخذ 500، يمكن يأخذ 400، يمكن يأخذ 200، انت من 600 فاكيد ال 300 يكون اقل من خسران. صحيح. طيب اتخيل اليوم ايش قالوا لنا بعد ما خلصنا. طبعا وزعوها بعد الهواء. اي لا قبل الهواء. قالوا الفايز 225، كل واحد 225 الفايز. انا 225 وفهد 225. طيب ليش؟ بعلمك الحين يا طول العمر. والخاسر 220 220، الفرق 5 اللي هي حقه النظافه. احنا حاولنا نحلها انا وعلي ما عرفنا، علمنا. اي انا بعطيك الحل الجميل جدا. يا طول العمر قالوا 300 زائد 600 900 وزعها بينهم. طيب وزعوها يوم وزعها. طيب اذا وزعتوها احسبوها صح يا جماعه الخير. طيب ناقص 10. دقيقه اختصر عليكم الموضوع. الان قرار من الاداره. نعم. سلطان العنزي وفهد البقيمي حصلتوا على 600 خطوه، وعادل بن هيف منو اللي كان معه اليوم؟ محمد السالم حصل على 300 نقطة، 150 نقطة كل واحد. يعني أنا أستغرب. شكرا لكم شباب، يعطيكم العافية. شكرا لكم. أبغى بالله فيصل الحربي، أبغى ضروري اليوم يطلع معنا في الكوميشن روم. طيب أبغى أعلق مستعلق بسيط. اليوم المبارك. أبغى فيصل الآن ضروري. أبغى فيصل. فيصل يجهز في الكوميشن روم، بس حنا بعلق تعليق. أول شيء الله يعطي العافية أبو سلطان. طيب عادل بيدخل معنا، تعال يا عادل، خلوا عادل يدخل. الله يعطي العافية أبو سلطان، ما قصر في موضوع إنه وضح سياسة المطبخ أو مذاق. زحمة الكوميشن روم. زائد عندي نقطة، لماذا المطبخ أو مقدمين أو معد المطبخ أو المسؤولين في فقرة مذاق ما هم راضين بالتقسيم اللي حطه أبو سلطان؟ ما أدري، حطوا 600 زي 300، أنا ما أدري شو الهدف. اي انا بفهم، انا سؤالي واضح، لماذا لم تقوموا بالتقيد بموضوع ابو سلطان؟ يعني ترى الاعلان اللي انت اعلنته قبل شيء 600 اللي سلمت لسلطان وفهد، وال 300 العادل واللي معاه في المطبخ محمد سالم، معناته ايش؟ هذا قرار من الاداره، مو مننا احنا. صح. مهم، ما طلع سعود من جيبه. لا ما هو الاداره قالت 600 الفائز الان يسلم اليوم في المذاق. هذا المفترض. و300 خلاص، هذا المفترض خلاص اعلن انت الموضوع. المشكله لا تتوضح، ال 600 وال 300 لا تمس. لا هذه ما ينقص منها درجه. عشان يوضح تقييمك يا حبيبي، انا جيت اقيم من 50 مثلا، سعود اخذ مثلا في النظافه 5، في الاكل 3، في المدري وشو 7. سوي تويت اللي قلته بدايه الحلقه يا علي، ريحنا يا اخي. انا اوضح له بورقه وقلم عشان يشوف. صح والله انه صدق. في المدري وشو خلاص، هذا 45 سعود وفريقه، نواف فريقه خذا 35، هنا 600 هنا 300. شو خلاص وضح؟ لا نعطيك بلغات ثانيه، الانجليزي بالفرنسي بالاردن، نشرح، ما عندنا مشكله لغات. والله ما تنخصم يعني، غريب. لا هذه لا تمس، 600 و300 لا تمس ولا نص، ما تمس. هذه المفروض خلاص. اي الاول 600 الثاني 300 خلاص. اوكي 150 150. ليش مصعبينها؟ 300 300 والله مصعبينها على شيء ما ادري. طيب عادل معنا شباب في الكوميشن روم في زحمة.